Do you know how much money we made yesterday? جاك جونز البالغ من العمر 10 أعوام هو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي آر جونز الإدارية، شركة تعنى ببيع وشراء الكتب عبر الإنترنت. فرحة الناس بالتعلم هي واحدة من الأشياء التي نفخر بها. ويساعد جونز 4 من موظفيه، من بينهم مديرة التسويق سكايلر سوالز ذات 10 أعوام كذلك. العمل لجاك هو كيوم في ديزني لاند. وأمضى جاك يومه في دفع الفواتير بينما قامت سكايلر ببعض المهام الأخرى. ورغم أن المشروع صغير حاليا، إلا أن جونز يديره كمؤسسة كبيرة، إذ يعقد اجتماعات بين الحين والآخر مع موظفيه للتحدث عن مواضيع مهمة مثل كتاب دليل الموظف، كما أن لديهم معايير تحدد الزي الذي يرتدونه. أما سر النجاح في إدارة المشاريع فليس له علاقة بالعمر. لا تدع أي شخص يقول لك ما الذي لا تستطيع القيام به. نصيحة يمكننا الالتزام بها جميعا في حياتنا اليومية.